للرشد تقريبا 150 هكتار بالتقطير، كذلك جاء انجاز احواض مائيه ونيس عين لحمة مرق غيلان وتريد وجبن. بالنسبة حكم هذه إن شاء الله جيسبير كو فوز الي رياليزي دون لي ديلي. رايحين من الاول فوق نديرو زيارات تفتيشية على مستوى كل ورشات، والزيارات التفتيشية اللي رايحين نقوموا بها تختلف تماما على الزيارات اللي كنا نقوموا بها في السابق، لانه رايحين نروحوا لل كيما نقولوا للديتاي تاع تفتيش الورشه. رايحين باذن الله نكونتروليو لو ماتيريال لي سوميسيونيت به، اذا كانت تخص حاجه من الماتيريال لي سوميسيونيت به في الورشه راه تعتبر يعني اون انفراكسيون. رايحين نكونتروليو كل العمال اللي ديكلاريتهم لما درت لا سوميسيون سيكوريتي سوسيال، لانه لازم العمال تاعنا نحميهم. دونك سافا اتر هادي في كل الورشات اللي رايحين ان شاء الله، اللي راهي كاع مفتوحه على مستوى ولايه خنشا. دونك سافو دير كو رايحين شويه نزيروا الامور، لونتربريز اللي راهي قادره نقولوا لها مرحبا وسهلا ونزيدوا نعاونوها، ولكن لونتربريز اللي راهي يعني ماهيش بيرفورمانت il faut se préparer à des sanctions, il faut se préparer à des résiliations au tort de l'entreprise. هذا الكلام موجه ليك انت اذكر انا في هذه الورشه، وموجه كذلك لكل المقاولين اللي راهم يشرفوا على بعض المشاريع على مستوى ولايه خشب. الرئيس قرب بالبركه شي دوالي عطينا يعني درنا حيز الخدمة ل 79 مستثمرة فلاحية اللي ربطناها بالطاقة الكهربائية، هذا بعد ما يعني ربطنا إلى يومنا هذا حوالي 618 يعني مستثمرة فلاحية، والبقية ستأتي. كذلك ما نسيناش وشتو اليوم نعطينا الانطلاقة تاع المتحف اللي نقدر أنا نسميه اليوم متحف جهوي تاع الزربية، زربية بابار. وراكو شتو في الأيام اللي فاتت لما نظمنا الصالون الوطني للزربية شتو توافد يعني كثير من الولايات، وكان ناجح بامتياز، وكانت فيه يعني ناس اللي مازالهم يعني متمسكين بهذا التراث الموروث، بهذا التراث. اذا احنا ما علينا الا انه نزيدوا نشجعوه باش تبقى زربيه بابار دائما هي الرمز لولايه خنشرة. المياه كذلك اليوم رانا دشنا خزان مائي ذو يعني صيغه تاع 3000 متر مكعب، هذا راح يزيد يحسن يعني الوضعيه من ناحيه تاع تزويد المياه الصالحه للشرب بالنسبه لمواطني بلديه بابار. اذا كل هذه المشاريع تدخل في اطار البرنامج التكميلي اللي رانا حارسين عليه
واللي في كل مناسبة نقوله أنه نهاية السنة سوف يعني ننجسده وسوف يعود بالفائدة لكل مواطني ولاية خنجرة. جزائر تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.